بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحتة ديت اللي هي البارافرينجال سبيس هي مدخل الايمجينج اوف ذا فارينكس بصفة عامة وكل الحتة المحيطة اللي حواليه. وفي بعض الاحيان كان بيطلب مننا ان احنا نتكلم على النيزو فارينكس او الاورو فارينكس من ناحية الليجنز وكده، او الباروتيد او الكاروتيد سبيس، لكن في الاخر خالص هتلاقي ان كل الحكاية معظمها يعني منصب في المنطقة ديت على البارافرينجال سبيس، اللي هو اساسا تقريبا ما بيطلعش فيه ليجنز خالص البارافرينجال سبيس، لكن هو از ريفرنس از ان اناتوميك لاند مارك لكل المنطقة اللي حواليه. واذا انت مش عارف الحتة ديت من ناحية الاناتومي هتبقى مشكلة، لان معظم الهيدن نيك ماسز ما بتتحلش مشكلتها الا عن طريق البارافرينجال سبيس. فاحنا عاوزين نعرف الاول ايه هو البارافرينجال سبيس، وايه الحاجات اللي جواه، وايه اهميته اناتوميكال وايز. يعني البارافرينجال سبيس من اسمه كده هو ذا سبيس جنب الفارينكس، والسبيس جنب الفارينكس ادي الفارينكس اللي هو متوصل بالنوز يبقى نيزو فارينكس، وفيه هنا هو منطقه كده اللي هي المليانه الفات دي، هو دوت البارافرينجال سبيس. ولو انت بصيت عليه في الكورونال هتلاقي الفات اللي هو ماشي من هنا ده كده هو البارافرينجال سبيس، ويمتد من السكال بيز لحد بدايه الاوروفانس او لحد الهارد بلد. ف ده البارافرينجال سبيس. ايه اللي موجود جواه اساسا؟ هو بصينا برضو في الام ار هتلاقي الفات لونه ابيض عشان هو تي 1 ويتد ايمج، والسهم ده بيشاور على النيزو فارينكس، وهنا هو ادي البارافرينجال سبيس الاستركس الكتيره دي. وفي الكورونال هو ده البارافرينجال سبيس اللي مليان فات في الحته دي. ده الكونتنس بتاعت البارافرينجال سبيس. وطبعا انا عارف ان انتم مش شايفين ولا حاجه من دولت بسبب الشاشه وصور الكلام، لكن if you look to this image ادي الفات بتاع البارافرينجال سبيس، وادي الهواء اللي موجود في الاوروفارينكس، ودولت هما الكونتنس اوف ذا بارافرينجال سبيس، مينلي فات وارتريز وفينز ونيرفز. واحنا ما بنشوفش دول كلهم، يعني في الايمجنج العادي ولا بتشوف الارترز ولا النيرفز ولا الفينز، بتشوف الايه الفات بس. مفيش فحص اسمه سي تي اوف ذا بارافرينجال سبيس ولا ام ار اوف ذا بارافرينجال سبيس، لكن في فحص اسمه سي تي اوف ذا نيزوفارينكس، في اوروفارينكس، في اوربت، في معرفش سي تي اوف ذا باروتيد جلاند. لكن احنا دايما الفحص بتاعنا بيبقى موجه للاناتومي او الباثولوجي اللي احنا قاصدين. فلو انت هتعمل سي تي او هتعمل ام ار عندك حاجتين مطلوبين، اولا السكشنز تبقى من 3 لـ 5 ومن 3 لـ 5 مللي يعني، وتحقن صبغه، مهم جدا حقن الصبغه هنا في غايه الاهميه على عكس البيترز بون، ولازم تعمل اكزل وكورونال، لان الكورونا اللي هو اللي بيشوف الدايركشنز بتاعه الليجن لفوق وتحت، والاكزل بيشوف على الجناب وقدام وورا، والست اتجاهات دولت مهمين جدا في الكومنت بتاع اي ماس موجوده في هذه المنطقه. ايه فين الحدود بتاعت لو انت بتشتغل يعني الحته ديت؟ احنا بنبتدي الاكزل بتاعنا من اول البوردر انفيرير بوردر اوف ذا ماندبل، وبنطلع لحد السكال بيز لحد الفارينكس ما يخلص المنطقه ديت كلها كده، والزاويه بتاعتنا بتبقى موازي للمانديبل، بيبقى موازي للمانديبل، وممكن تطلع من تحت لفوق او تنزل من فوق لتحت، بس اليوجوال انك تطلع من تحت لفوق وتمشي كل 3 مللي. في الكورونال العيان بينام على بطنه، بتبتدي من ورا وتطلع لقدام وتسكان المنطقه اللي فيها الفارينكس بما فيها النيزو فارينكس والاورو فارينكس وجزء من الهايبو فارينكس. ادي الاكزيال ايمج وادي الكورونال ايمج. في اين يوجد البارافرينجال سبيس؟ هو المنطقه دي كده المليان فات اللي هنا، والبارافرينجال سبيس مليان فات اللي هنا، وفي الكورونال هو الفات اللي ماشي كده من اول السكال بيز لحد الاورو فارينكس، هو دوت الايه البارافرينجال سبيس. السي تي
انا دايما بشوف ان السي تي اجدع من الام ار في الحته ديت، علشان انت محتاج اناتوميك لاند ماركس تشوف بيها الـ 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 السكه فين. فميزه السي تي ان هو بيشوف العظم كويس قوي ويقدر يفرقه من الماس، وتقدر تشوف الاناتومي حلو. لكن دولت مهمين جدا في السي تي، ان هو يديتكت الكالسيوم، وده مهم قوي في الليجنز ديت، ان هو يشوف اذا كان العظم اتقرقد او اذا كان في بون اسكليروز. والثلاث معلومات دولت مهمين جدا بالنسبه لاي ماس بتطلع في هذه المنطقه. الام ار نفس الحكايه، هتعمل اكزل وكورونال، وطبعا هتضيف ساجيتال وتحقن صبغه وتعمل تي 1 وتعمل تي 2 وتمشي من الثلاثة لخمسة ملي، نفس الموضوع. لكن فايده الام ار ان هو عنده مالتي بلانر، السي تي عنده مالتي بلانر دلوقتي. الفاسكولار ايميدجنج ان هو بيقدر يشوف الفيسلز من غير ما تحقن صبغه، انت كده ولا كده لازم تحقن صبغه سواء في السي تي او في الام ار. ما بيعملش بون ارتيفاكتس، يعني بيشوف البون مارو ليجنز احسن بكتير طبعا من السي تي. لو حصل بون مارو انفيجن وما حصلش سيجنيفيكانت كونتراست، قصدي بون ديستراكشن، ممكن دي. ما اعرفش اذا انا كنت كلمتكم على الام ار دوت ولا لا. ده اللي هو الام ار الجديد اللي هو اسمه دايناميك ام ار اي، ان انت يو كان سكان البيشنت وهو قاعد او وهو واقف او وهو تريندلنبرج او حاجات زي كده. وده من الحاجات اللطيفه الموجوده دلوقتي، وبيبقى في تلفزيون قصاد البيشنت هنا بيتفرج عليه لازق على الحيطه، وبيمنجه العيان اخر حلاوه. ملوش استخدامات قويه دلوقتي. لما نيجي نتكلم على السباين هتلاقي ده رقم واحد في السباين بوست اوبراتيف بالذات، هتلاقي ده مهم جدا بالنسبه لي. طيب انت دلوقتي خلاص عملت الفحص وعرفت ان دوت البارافرنجال سبيس وحطيت ايدك عليه، عاوزين بقى نعرف الاناتومي اللي هو اللي حوالين البارافرنجال سبيس. فتقسيمه الليجنز بصفه عامه، انت كل مهمتك تعرف الليجن ده جاي له من فين، جاي له من الميديال اسبكت ولا جاي له من قدام ولا من ورا ولا من الجنب. واول ما تعرف الليجن جاي من فين هيبقى ثلاثة بس ديفرنشال دياجنوز في كل حته، وتبقى انت كده خلصت الحته المنطقه المعفشه دي كلها بكل الليجنز اللي ممكن تطلع فيها. فانت عندك الاول انترولاترال اسبكت، ناس يعني انا رايي ان احنا نقول فيه انتيرير وفي بوستيرير وفي ميديال وفي لاترال، هما بيقولوا كده انترولاترال بوسترولاترال وميديال. ده البارافرنجيال سبيس، بس انت برضو امشي ورايا احسن، خلي فيه انتيرير وبوستيرير ولاترال وميديال. الانترولاترال اسبكت اللي هو الحته اللي هنا دي كلها كده، ايه اللي فيها؟ الماكسيلاري انترم والتريجويد بليتس وبعض الاناتومي هنجيله دلوقتي. بوسترولاترال اللي هي المنطقه دي كده بما فيها الكاروتيد شيز والباروتيد جلاند، والميديال ما فيهوش اناتومي، ده الميكوزا بتاعت الفالنكس. الميديال هو الايه؟ الميكوزا بتاعت الفالنكس. نمسك بقى العيان اللي عنده بارافرنجيال سبيس ليجن او عنده ليجن انكروتشنج على البارافرنجيال، يشتكي من ايه؟ مشكلته ان هو ما تقدرش تعمل له كلينيكال ايفالويشن كويس، لانه مش اكسسبل للفيجن. لكن لو في ماس كبيره وفتحت بق العيان هتلاقي حاجه زي كده، وممكن لو بصيت على ان اسبكت ذا بيشنت ممكن تلاقي بولج انفير تو ذا انجل اوف ذا ماندبل، والبريزنتنج سيمتومز زي كده، سور ثروت، ديسفيجيا، تشينج اوف فويس، نيزال اوبستراكشن، كرينيال نيرف بولسز. وده من الحاجات القوية جدا بتاعت الليجنز اللي في المنطقة دي. معظم الحاجات بتأفكت الكرينيال نيرفز اللي في المنطقة ديت، أو تلاقي ماس بولجنج ات ذا أنجل أوف ذا ماندبل. نمسك بقى واحد واحد، وعاوزك تصحى شوية صغيرين مش كتار، شوية صغيرين، وبعدين تنام على طول أول ما أخلص الأناتومي. ماشي؟ طيب. الأنترولاترال أسبكت اللي هو فين؟ ادي البارافرنجيال اهوت وادي الانترولاترال اسبكت. خلاص، ايه بقى اللي في الانترولاترال اسبكت ده؟ عندنا تو سبيسز، واحد اسمه ذا ماستيكيتور سبيس، واحد اسمه ذا باروتيد سبيس. الباروتيد هو اللي فيه الباروتيد، والماستيكيتور هو الحته اللي هو الليله ديت كلها كده اللي انا بشاور عليها. الماستيكيتور سبيس فيه اربعه ماسلز وفي شويه حاجات رفيع كده، نمسكهم. ده طبعا الماكسيلاري ساينس، خلاص، واللي طالع من هنا دوت هو الزيجوما او الزيجوماتيك بون اللي هي العظميه اللي هنا دي، كويس.
والمثلث اللي عامل زي الثمانية اللي بالهندي ده اللي هو مين؟ الترجويد بليتس، ده ميديال ترجويد، لاترال ترجويد، وما بينهم ده ترجويد فوسا. خلاص؟ الماسلز بقى اتنين ترجويد ماسلز اللي هما ميديال اند لاترال ترجويد، هما الاتنين شابكين في اللاترال ترجويد بليت، بس واحدة من جوه والتانية من بره. خلاص؟ يبقى في هنا تو ترجويد ماسلز. بره المانديبل في هنا ده ماسيتر، من جوه المانديبل في الانسيرشن اوف ذا تيمبوراليس، التيمبوراليس ماسل جايه من فوق بتانسيرت في المانديبل من جوه. يبقى هم دولت الاربعه ماسلز اللي احنا عاوزين نعرفهم، تو ترجويدز وبعدين تيمبوراليس انسيرشن وبعدين ذا ماسيتر ماسل. ماشي كده؟ بعد كده وان اوف ذا موست امبورتنت ستراكشرز ذيس فات اللي هو اسمه ذا انفرا تيمبرال فوسا فات، اللي هو جنب المكزيلري ساينس على طول. ايه اهميته؟ ان الجراحين بيهتموا جدا بالاكستنشن اوف ذا ليجن ان ذس بارتيكولار اريا، اللي هي هل في انفيجن اوف ذا انفرا تيمبرال فوسا ولا ما فيش. بتعرف ازاي؟ عن طريق افكشن اوف ذا فات ان ذس اريا. طيب نبقى الماستيكيتور سبيس اهو الاناتومي بتاعته اهوت، الماستيكيتور سبيس في الماسلز اوف ماستيكيشن اللي هما ذا ماسيتر ذا تيمبراليس والترجويد ماسلز، وبعدين في المانديبولار ريمس اللي هو دوت، وبعدين في المانديبولار نيرف ان يو دونت سي، وبعدين في فات بيهايند ذا انترال وول اللي هو الايه اللي احنا اتفقنا عليه، فات ان ذا انفرا تيمبرال فوس. باي ام ار اي نفس الحكايه، ذا فات از برايت زي ما انت شايف، وبعدين الترجويد ماسلز والماسيتر من بره والتمبوراليس من جوه. شايف هنا الاناتومي مش قد كده، مش زي دوت السي تي عشان في عظم باين وكده، فتعرف تشوف الدنيا بصوره افضل شويه. طيب الباروتيد سبيس موجود فين؟ الباروتيد سبيس دوت اللي هو في الحته دي، ذس از ذا باروتيد جلاند، وزي ما احنا عارفين ليها سوبرفيشال لوب وليها ديب لوب، وهنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل. الديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند، لو انت بصيت بص شايف الكور البيضاء الكتيره جدا ديت كلهم فيسلز ما عدا واحد بس اللي هو ذا ستايلويد بروسس اللي انا شاورت عليه بالسهم ده. خلاص؟ المسافه ما بين المانديبل وما بين السباين بتتقسم نصين بالستايلويد بروسس. النص القداماني دوت اسمه ذا ستايلو مانديبولار تانل. خلاص؟ والنص اللي ورا دوت اسمه ذا ريترو ستايلويد سبيس. انا قلت لك اصحى في الاناتومي بس، نسيك الباثولوجي كله سهل، اصحى في الاناتومي. يبقى اذا دوت اسمه ايه؟ ذا ستايلو مانديبولار تانل. ايه اللي ماشي فيه؟ ذا ديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند. بس ذا ديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند. الاكسترنال كاروتيد ارتري والجماعه دول بيبقوا ماشيين ورا، لكن ورا المانديبل على طول في الحته ديت هتلاقي فيسل صغير كده، اند ذس از ذا ريترو مانديبولار فين، ذا ريترو مانديبولار فين. وطبعا الفيشل نيرف مش هتشوفه، والنيرف لينف نودز جوه الباروتيد مش هتشوفها الا لو كبرت، لو كانت فيها سايزبل نودز. طيب السبيس اللي هو ورا الستايلويد، احنا اتفقنا ان الستايلويد بيقسم المسافه ديت الى ذا ستايلو مانديبولار تانل و ده ريترو ستايلويد سبيس. الريترو ستايلويد سبيس دوت اللي هو البوسترولاترال اسبيكت، اللي هو ممكن تسميه ذا كاروتيد كانال او تسميه ذا كاروتيد شيز، لانه في الانترنال كاروتيد ارتري وفي الانترنال جاجولار فين وفي الكرينيال نيرفز من 9 ل 12 وفي شويه لينف نودز، وهنجي لهم اللينف نودز دولت بالتفصيل الممل. اللينف نودز في الهيدا نيك بصفه عامه ما بتشوفهاش الا لو كبرت. خلاص؟ تعالى بقى للايه للميديال اسبكت. الميديال اسبكت ما فيهوش اناتومي زي ما احنا اتفقنا، ومعمول بالفارينجيال ميكوزا، والفارينجيال ميكوزا ديت متوطنه بحاجه اسمها دافارينجيو بازيلر فاشيا. الفارينجيو بازيلر فاشيا دي عباره عن ممبرين كده ناشف جامد، هو اللي مخلي الفارينكس مفتوح. يعني لو ما كانش موجود هتلاقي الفارنكس يكولابس على نفسه وانت نايم فتفطس، عشان ما فيش بيتنت اير واي. زائد ان هو از تاف ميمبرين مش بيخليش اي ميكروب معدي يخش على المناطق الداخليه، لكن لو في حاجه جامده مالجنسي او سيفير انفكشن ممكن يقتحم هذا الممبرين ويعدي منه.
خلاص الاناتومي خلص، خش بقى على الباثولوجي وخد راحتك كده. الباثولوجي سهل جدا ما فيهوش اي مشكله، كل اللي مطلوب منك انك انت لما تطلع ليجن في الحته ديت تقول الليجن دوت فين، هل هو ميديال ولا انتيرير ولا بوستيرير ولا لاتر، خلاص بس كده، مش مطلوب منك اكتر من كده. هنبتدي باول واحد فيهم اللي هو ذا ميديال اسبيكت، ليجنز افكتنج ذا ميديال اسبيكت، يعني جايه من الميديال اسبيكت على البارافرنجال سبيس فودته لبره، يبقى الليجنز دي طالعه من فين؟ من الفارنكس، خلاص كده. طيب بص بقى، الليجنز دي هتعمل ديسبليسمنت اوف ذا فات لاترالي، 98% اوف ذيس ماسز ار كارسينومز، 80% من دولت سكويموس سيل كارسينوم. تخيل بقى، يعني اول ما تلاقي ماس along the medial aspect of the parapharyngeal fat تقول سكويموس سيل كارسينوم. 80% من ال 98% are malignant lesions، والباقي برضو فيهم معظمهم malignant وكده، بس ما بيكونوش كارسينوم، في بقى لينفوما وابيديرمويد والكلام اللي انا اقوله لك دلوقتي. يبقى اذا 98% of the lesions arising medial to the parapharyngeal fat are carcinomas. 80% من ال 98 squamous cell type، وبقيه الحاجات الثانيه adenoid cystic وميوكو ابيديرمويد. طيب ال 2% الباقيين من ال 98 ليمفوما وساركوما وانجيوفايبروما وبلازماسيتوما وميلانوما، كلها حاجات ما هياش ما عدا الانجيوفايبروما، يعني ما هياش that common. يبقى لما انا الاقي ماس along the medial aspect of the parapharyngeal fat I consider carcinoma، لو في حاجه بتحشني من الكارسينوما زي يكون عيل صغير، في الاطفال الصغيرين مفيش بقى نيزوفارينجيال كارسينوما، عندك ليمفوما وفي رابدومايوساركوما، دولت اللي هم بتوع الايه؟ بتوع الجماعه الصغيرين. طيب انت عارف في الاناتومي بتاع النيزوفارينكس ان في بروز كده هو الطالع اسمه التورس تيوبارس، صح؟ وبعدين في ديبريشن كده وديبريشن كده، واحد بتاع الاوستيكين تيوب والتاني بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ الفصه اوف روزن مولر، ده فصه اوف روزن مولر. يبقى في تورس تيوبارس وفي اوستيكين تيوب وفي ايه؟ فصه اوف روزن مولر. طيب التورس تيوبارس دوت عبارة عن two muscles separated by fat plane رفيع كده، and these two muscles are the tensor and the levator veli palatini muscles. اصحى تاني عشان تديلك حتة اناتومي وبعدين خلاص. يبقى التورس تيوبارس معمول بايه؟ اتنين muscles اسمهم the tensor and the levator veli palatini muscles، بينهم fat strip. ايه فايدة الكلام ده؟ بيقول لك the earliest sign of nasopharyngeal carcinoma obliteration of the fat. ليه؟ لانه طير الحته ديت اول علامه في الايه في النيه. وطبعا هذا الفات بلين يو نيفر سي باي سي تي، لازم تشوفه بالايه بالام ار اي. طيب يبقى ده الاوستيكيان تيوب وده الفصه اوف روزن مولر. تيجي بقى الليجنز، عيانة عندها 55 سنة and you see MS هنا هوت موجودة في الحتة ديت على الميديال اسبكت اوف ذا بارافارينجيال فات نيزوفارينجيال كارسينوم، خلاص. اللي بعده ماس تانية كبيرة جدا على الناحية دي، ذا بارافارينجيال فات از ديسبليسد لاترالي كارسينوم. طيب وكل حاجة هتقول كارسينوما، طب وبعدين مش في وصف؟ يعني لازم تقول بقى اكستنشن ازاي، راح فين، جه من فين، تقول كلمتين عشان تعمل التقرير. هقول لك تقول ايه دلوقتي. ادي التورس تيوبارس، شايفه؟ شايف الفات بلين اللي ما بين المصلتين، وادي المصلتين اللي هما ذا تنسر اند ليفيتور فيلي بلاتيني ماسلز. طيب ذا بيست اون ام ار اي، ده مخصوص للام ار بس، يعني الحته دي مهمه بالنسبه للام ار. نمره واحد obliteration of the fat strip between the tensor and the levator veli palatini muscle on T1، طبعا on T1 عشان الفتح حلو على T1 دوت يساوي early sign of a nasopharyngeal carcinoma. ان هو يقدر يشوف الليجن extension into the parapharyngeal fat علشان الفات ابيض والليجن اسود في T1. طيب obliteration of the fat plane between the nasopharynx and the prevertebral muscle، شايف المصل دي وديت كده، وفي المفروض هنا فات بلين صغير قوي ما بين النيزوفارينكس وما بين المصل، او لو المصل ديت is invaded ده معناها
ان ده ستيج مهم جدا بالنسبة للجراح. هل هو كان زمان كان في موضوع السيرجري، دلوقتي خلاص النيزوفارينجيال كارسينوما كلها ستريتد باي ايراديشن. طيب تعالى هنا بقى، ان اهوت اي سي في هنا ده فات بلين از انتاكت، على الناحيه الشمال ده فات بلين از ديسربتد وفي ليمف نود صغير هنا اهوت موجود في الحته دي. ذس از ذا فيري ايرلي ستيج اوف نيزوفارينجيال كارسينوما. طيب ادي الستيجز بتاعت النيزوفارينجيال كارسينوما. التي 1 الليجن از كونفايند تو ذا نيزوفارينكس، التي 2 راح للاوروفارينكس او للمناخير، يبقى نزل تحت او طلع فوق. ماشي. ستيج 3 انفيجن اوف ذا بونز او البارانيزال ساينس. ستيج 4 دخل في الاوربت او انتراكرين. هم دولت الايه الستيجز المعروفين. يبقى تي 1 نيزوفارينكس، تي 2 طلع فوق في النوز او نزل في الاوروفارينكس، تي 3 دخل على العظم او البارانيزال ساينس، تي 4 اوربت وبريك. ماشي. طيب يبقى اللي انت شايفه هنا هو ده ايه نيزوفارينجيال كارسينوم. طيب طبعا مهم انك انت تعرف سن العيان قبل ما تقول، عشان لو كان طفل مش هتنفع ديت تكون نيزوفارينجيال كارسينوم. ايه المطلوب منك او بتكتب بالتقرير دوت ازاي؟ بتقول ان في لارج ال ديفايند ماس از سين سنتر تو ذا نيزوفارينكس ميجرينج كذا في كذا ويز دي ستامب احنا بنكتبها على اوبليتريشن اوف ذا اوستيكيوم تيوب اند فوس اوف نيز مول. ما هو لازم يحصل كده، في مساله دي كده هتعمل كده. طيب اللي بعد كده بقى تقول الاكستنشنز اوف ذا ليجن، قدام راح فين ورا جيم فين، الناحيه دي ايه والناحيه ديت ايه. فهنا انتيريلي فين الانتيريور بالنسبه للليجن ده كده. نمره واحد دخل هنا فين الحته ديت اسمها تاكوستيرير نيرس، يعني دخل في النوز من ورا. نمره اتنين دخل في الحته ديت اللي هي ده تيريجويد فوسا. نمره ثلاثه كسر التيريجويد بليتس. نمره اربعه دخل جوه الماكسيلاري ساينس. نمره خمسه which is very important دخل in the infratemporal fossa fat. طيب وعمل بقى الجماعه اللي هنا دول التيريجويد ماسلز عمل لهم انفيجن، صح كده؟ يبقى دي المنطقه الاولانيه. رجع ورا كل اللي انت عاوزه من ورا البريفرتبرال ماسل انفيدد ولا لا؟ طبعا انا عمري ما شفت ان نيزوفارينجيال كارسينوما كسرت مثلا البتاع ودخلت على الفوريمن ماجنوم، لكن ممكن تطلع فوق تكسر السكالبيز وتدخل انتركرين. يبقى قدام اهم ورا البريفرتبرال ماسلز، البريفرتبرال ماسلز لاترالي هتمشي كده مين في سكتها البارافرينجيال سبيس، يبقى انفيجن اوف ذا بارافرينجيال سبيس، انفيجن اوف ذا تيريجويد ماسلز، ممكن تطلع لحد المانديبولار ريمس وتعمل انفيجن. طيب الميديال اللي هو لجوه كده اللي الماس ممكن تكروس الميد لاين وتروح الناحيه الثانيه. ماشي. طيب فوق وتحت اللي هو سوبيريور انفيريور لازم في الكورونا، لازم في الكورونا. هنا هو الليجن عمل ايه؟ destruction of the skull base intracranial extension يعني T4. ماشي. وبعدين نزل لتحت راح فين؟ لحد الهارد بلت ووقف على كده. نعم. هنا في فورامينا طبعا بس ما تقدرش تحدد مين فيهم بالظبط. And this is the parapharyngeal fat اللي هو طلع لبره والليجن is encroaching on the parapharyngeal fat. There is no invasion of the oropharynx. طيب عيان عنده 37 سنة وفي ماس هنا هوت يل ديفاينس اوف تيشو ماس ميجرين كذا في كذا از سين سنتر دو تو ذا نيزوفارينكس ويز اوبليتريشن اوف ذا فوسا اوف روزن مولر اند ذا اوستيكيان تيوب ذا ماس اكستنس انتيريلي انتو 1 2 3 4 لاترالي انتو 1 2 3 4 بوستيريلي فين وبعدين عاوز تقول سبير انفيري تبص في الكورونا دخل انترا كرينيال ودخل جوه النوز ووصل لحد الهارد بلت. اند طبعا في كل التقارير لازم تقول الليمف نودز في ولا ما فيش، خلاص. وطبعا انت يلوكت ده الليمف نودز في اماكن معينه، بس هو ده مش وقتها لما نيجي نتكلم على النك اللي هي البروبر اللي فيها لارينكس وثيرويد ومش عارف ايه، نجيب سيره الكلام ده.
فهتلاقي هنا هو الكوره دي والكوره دي ان يو لوك تو ذا ليمف نودز تحت الاسترنومستويد ماسل. ادي الاسترنومستويد ماسل هنا تحتها بيبقى فيه فات والفيسلز وكده، لكن هنا يسي هذه الكور اللي هي على نفس الناحيه او ديليجن. اند ذيس از ليمف نيزوفارينجيال كارسينوما. سيبك من الكلام دوت. عيان عنده 60 سنه وفي ماس هنا، خلاص نفس الحكايه. انا طلع فين، راح جه من فين؟ كورونا الاكزيال دخل انترا اوربيتال، دخل انترا كرينيال، ديستركشن اوف ذا سكال بيز تي 4 ليج. هنا في ماس موجوده على الناحيه اليمين في واحد عنده 55 سنه بالكي سيرفايكال ليمف نودز. شايف الجماعه دول؟ واحده هنا واحده هنا واحده هنا. And these are multiple enlarged cervical lymph nodes. طيب ايه المالجنس الثانيه اللي ممكن تبقى موجوده في النيزوفارينكس؟ الليمفوما، وديت معروفه في الاطفال الصغيرين وفي الكبار. يعني في ليمفوما بتيجي في الكبار وفي ليمفوما بتيجي في الصغيرين. وبقيه الحاجات الثانيه زي الرابدومايوساركوما والادينويد سيستيك كارسينوما والميلانوما والبلازما سايتوما. ده في ميل عندها 16 سنة وعندها ماس هنا هوت كده في الحتة ديت كده، هتقول عليها ايه؟ هما ايام زمان النيزوفارينجال كارسينوما كان اسمها ليمفو ايبيثيليوما في السن الصغير، واسمها نيزوفارينجال كارسينوما في السن الكبير. فانت عاوز تقول ليمفو ايبيثيليوما او عاوز تقول انها ليمفوما ما يجراش حاجه. لكن احنا الحقيقه في يعني تشخيص الليمفوما في الاطفال الصغيرين لازم، مش لازم قوي، انك انت لو في بالكي ليمف نودز في النك دوت بيساعدك قوي في الايه؟ في التشخيص. ده عيان كبير وعنده ماس في الحته بتاعت النيزو اوروفارينكس في المنطقه ديت. اند ذيس ماس ان ذا كورونال انكروتشنج اون ذا بارافارينجيال سبيس. احنا قلنا عليها نيزو فارينجيال كارسينوما لكن طلعت بالبايوبسي نون هوتشك الليمفوما. هو ده بيحصل في بعض الاحيان انك انت تقول على حاجات زي كده، بس احنا طبعا بنشخص بالكومن، ما بنشخصش بالايه؟ بال يعني ما تقدرش تقول عليها من الاول كده ان ديت نون هوتشك الليمفوما. ما فيش كرايتيريا الا لو كان العيان معروف اساسا ان هو عنده نون هوتشك الليمفوما وديت بقيه الايه؟ الحكايه. الرابدومايوساركوما بتعتبر the most common sarcoma of the head and neck، وان معظم التيومرز ديت بتطلع في الاطفال الاقل من 12 سنه. يعني most 70% من these lesions arise before the age of 12 years. عشان كده لما تلاقي طفل وعنده نيزوفارينجيال ماس كبيره فانت عندك احتمال من اثنين، يا اما ان هي تكون ليمفوما يا اما ان هي تكون رابدومايوساركوما. بيقول لك لو لقيت ليمف نودز مع الماس ديت يبقى الليمفوما احسن من الرابدومايوساركوما، لان الرابدومايوساركوما اوريجينالي متاستاسايز باي بلاد ستريم، بس في نسبه بتبعت فيها للليمف نودز، لكن الليمفوما ديفينتلي بتروح على طول على الايه؟ على الليمف نودز. طبعا التفرقه ما بينها وما بين النيزوفارينجيال كارسينوما باي ذا ايج اوف ذا بيشنت، والتفرقه ما بينها وما بين الانجيو فايبروما بالفاسكولاريتي والايج والسكس، لان الانجيو فايبروما ما بتجيش الا في الولاد ما بتجيش في الستات خالص. And this is a case of rhabdomyosarcoma، واحده بنت عندها 6 سنين. And you see this very big mass. خلاص؟ طيب أين يوجد البارافارينجيال سبيس هنا هوت؟ باين ولا مش باين؟ ركز شوية. ماشي؟ أوكي. يبقى البارافارينجيال فات طلع لبره، يبقى الماس أساسا موجودة من جوه، يعني في النيزوفارينكس ودخلت على الأوروفارينكس وخرمت السكال ودخلت انتراكرينيال وكده. دي الصور ويز كونتراست، وده تي 1 من غير صبغة وده تي 2. و this is the tumor bulk. فعيان عنده 6 سنين then you are dealing with either rhabdomyosarcoma or non-Hodgkin lymphoma، لكن عدم وجود cervical lymph nodes في الاحيان ديت بيساعدك على انك انت تحط، او بلاش كده، حط ال two possibilities في التقرير، يا اما ان هي تكون rhabdomyosarcoma يا اما ان هي تكون non-Hodgkin lymphoma. لو انت بصيت على الليجن دوت
اللي هو in the nasopharynx ودخل شوية في النوز، ده T1 من غير صبغة وده T1 بالصبغة. الصبغة يعني مش بتضيف حاجات جامدة على الموضوع، لكن انت هتقول على ده nasopharyngeal carcinoma. طلع بالبيوبسي adenoid cystic carcinoma مالكش دعوة، ده حاجة وده. لكن في بعض الأحيان you can say for sure ان هو مش فرشور قوي يعني، لكن يمكن most likely ترجح البوسيبيليتي اوف ادينويد سيست كارسينوما لو كان في بيري نيورال تيومر سبريد. هتعرفوا ازاي البيري نيورال تيومر سبريد؟ انك انت تلاقي نيرف من النيرفات المشهوره especially the trigeminal مثلا، تلاقي النيرف thickened and enhanced، وفي وجود هذه الماس ان ذا نيزوفارينكس يبقى في سبريد. انت يو دونت سي ذا نيرف ولا شايف تخين ولا رفيع ولا حاجه زي كده، ذا ماسلز سبلايد باي ذا نيرف ار اترافيك. وعشان كده لما تيجي تبص على الصور وتلاقي نص الوش ماسلز ما فيش خالص، مليانه فات ما فيش ماسلز، والناحيه الثانيه الماسلز كويسه وفي ماس في النيزوفارينكس، تعرف ان ده هي موست لايكلي ادينويد سيستيك كارسينوما. ولو انت قلتها بتبقى حاجة كويسة، لان الادينويد معروفة من ان هي حاجات لو جريد تيومر وما بيعملش متاستاسيس الا في فترة طويلة. نيزوفارينجيال بناين ليجنز، ده كل الناس كل شوية تشوف البتاع ده، نحطه هنا هو ملوش قيمة، لكن من كتر ما الناس بتشوفه وتحط عليه معول وتقعد توصف وبتاع كده، فأنا بقولك ده ملوش قيمة. اللي هو the total walled cyst which is a mucus retention cyst midline in location، بتشاف في CT وبتشاف في MR، low signal في T1 high signal في T2. في بعض الأحيان الميوكس اللي جواه بيكون high rich in proteins فبيبان أبيض في T1 وأبيض في T2. بس انت بتعرفه ازاي؟ كوره لونها ابيض ميد لاين بالظبط في الايه، في الـ في الـ في البوستيرير وول اوف ذا نيزوفارينكس. ده بقى مهم، اللي هو ذا نيزوفارينجيال انجيوفايبروما. نيزوفارينجيال انجيوفايبروما از تيومر متوسطا ما بين النوز وما بين الفارينكس، اللي هو شايف انت البتاع ديت، وده السايت اوف اوريجين بتاعه، اللي هو the lesion arises near the sphenobalatine foramen. أين يوجد the sphenobalatine foramen؟ أدي المجزيلري ساينس أهو، وأدي الترجويد بليتس أهي، ماشي كده؟ من بره من هنا النقرة اللي داخلة الجوة ديت اسمها ده ترجو بلاتين فصة. المقابل ليها من جوه هنا بيبقى في فوريمن صغير قوي، دوت اسمه ايه؟ ده سفينوبلاتاين فوريمن. وان الليجن دوت بيبقى متوسطا عليه، يعني السنترال بارت اوف ذا ليجن بيبقى كورسبوندس تو ذس ايه؟ تو ذس فريم. ديت اول معلوم. وهذا الليجن بيطلع في الادوليسنس اللي هم الناس اللي حوالين 20 سنه 19 18 21، وان هو is exclusive for boys، يعني ما بيجيش في البنات، و بي بريزنت باي ابستاكس. والليترتشر كانت كاتبه، بقول كده في بعض المحاضرات اللي انا بقولها، لان هم لقوا عيانه واحده بنت يعني، وعندها نيزوفارينجيال انجيوفايبروما، وخدوا منها بايوبسي وطلعت فعلا نيزوفارينجيال انجيوفايبروما، وبعدين عملوا لها جينوتايبنج وما طلعتش بنت، يعني طلع الاكس مش عارف كروموسوم ايه وكده. بس برضه انا كنت بدي محاضره في حته في مصر كده، قالوا لي ان هم دوكيومنتد حاله بنت وعندها نيزوفارينجيال انجيوفايبروما، وهي بنت بالجينوتايبنج والانجيوفايبروما بالبايوبسي وكل حاجه، لكن الكلام ده معناه ان هي لو كانت حتى بتحصل فهي از اكستريملي رير في الستات. يعني انت ممكن سيفلي اول ما تبص على السكس بتاع البيشنت تقول دي مش نيزوفارينجيال انجيوفايبروما. خلاص البرزنتيشن طبعا معروف، ان عيان عنده ماس وبرزنت باي ابستاكسس، ويكون ولد في حوالين ال 20 سنه، ده ميل عنده 19 سنه، ان سي ماس جزء منها في النوز جزء منها في الفارينكس، وهي سنترد على المكان بتاع السفينوبلاتاين فريم. لما الماس دي بتكبر بتطلع لقدام وترجع لورا، لكن ليها كاركترستيك سبريد ان ذا ترجو بلاتاين فولس، يعني بتروح خارجه في الحته ديت كده، وكاركترستيك سبريد تاني في السفينويد ساينس. دولت حاجتين مشهورين جدا بالنسبه للايه؟ لهذا
التيومر. طبعا زي ما انتم عارفين ان هو is a highly vascular lesion supplied by the ascending pharyngeal and ascending palatine branches اللي هم جايين من ال internal maxillary artery. And this is an example of an esophageal angiofibroma before contrast, after contrast by angiography. وشايف طبعا البلاش دوت وده الكورونال اللي بيوري لك الاكستنشن بتاعها inside the sphenoid sinus and through the telegopalatine fossa. والناس اللي هم بيشتغلوا في الحته ديت بيقول لك بالرغم من التشعبات الجامده ديت اول ما تمسك التيومر كده وتشده يروح كله خارج من لانه بيبقى بنايل وكابسوليتد ومش عارف ايه، بس انت بتكون عامل له قبلها بري اوبراتيف امبولايزيشن علشان تقلل الفاسكولاريتي وتبتدي تجر فيه بيخرج كله مع بعضيه حته واحده في معظم الاحيان. الستيجنج دوت او الجريدنج ده بتاع النيزوفرينجال انجيوفايبروما لو انت عاوز تعرفه مش مشكله. التيومر كونفايند تو النيزوفارينكس، تيومر اكستندنج انتو ذا تيرجوبالاتاين فوسا او الماستيكيتور سبيس زي كده، وبعدين تيومر دخل في الاوربت او الانتراكرينيال يبقى جريد 3. And this is a case of nasopharyngeal angiofibroma, male 18 سنه. And you see this mass جزء منها في النوز وجزء منها في الفارنكس وطلعت في الترجوبالاتاين فوسا زي ما انت شايف كده، والكورونا اللي ورالك ده اكستنشن انسايد ذا سفينويد ساينس. وده الانجيوجرافي وبوست انجيوجرافي امبولايزيشن وورالك ان هو تقريبا في توتال اكلوجن اوف ذا تيومر فاسكولار. عيان تاني نيزوفارينجال انجيوفايبروما باي ام ار اي، ميل وعنده 18 سنة. and you see a mass, big mass in the region of the nasopharynx. طبعا ليه انت ما بتقولش على ديت كارسينوما؟ ليه؟ للايدج مثلا والكلينيكال بريزنتيشن. دايما النيزوفارينجيال كارسينوما مش بريزنت باي ابيستاكسز، يعني لو كانت هتبريزنت باي بليدنج بتبقى الانسيدنس قليل قوي، لكن هي بريزنتنج باي اكتر حاجه اللي هو الكرينيال نيرف بولسز وكده. اند ذس از ذا ساجيتال بيفور كونتراست، ودوت ساجيتال افتر كونتراست. ان يو كان ايزلي سي ذا اكستنشن انتو ذا سفينويد ساينس which is one of the characters of this lesion. وبعدين هنا باي ام ار اي يو كان سي ذا فيسلز اللي هو هايبر فاسكولاريتي من غير انجيوجرافي من غير حاجه، يو كان سي ذا هايبر فاسكولاريتي اوف ذا ليجن. المنطقه الثانيه اللي هي بتطلع سكوما سيل كارسينوما اللي هو الاوروفارينكس والتونسل، هما الاثنين بيطلعوا نفس المشاكل، لكن الاوروفارينكس ما فيهوش اناتومي، يعني ما فيهوش تورس تيوباريس ولا فيلي ولا بلاتيني ولا حاجه، هو عباره عن فيتشرلس تيوب وسراوندد باي ذا فارينجيال كونستريكتور ماسلز، وعلى الجانبين هنا اهوت هتلاقي مين؟ هتلاقي دبارا فارينجيال سبيس. من الحاجات المشهوره جدا في الفارينكس بالذات في الاطفال ان ايفن في الكبار، ده واحده عندها 21 سنه، ان يو سي ذا سايت اوف ذا تونسلز، والتونسلز هنا ده المكان بتاعهم ورا التانج ايميديتلي على اللاترال اسبكت، ولما بيكبروا بينكروتش على الاوروفارينكس زي ما انت شايف كده. ودي طبعا عمر ما واحد بيعمل ولا سي تي ولا ام ار للتونسلايتس، لكن لو افترضنا and this is the appearance of tonsillitis، خطوط 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 enhancing within the lesion and this is just tonsillitis. في بعض الاحيان الناس الاطفال بيكون عندهم adenoids، فبتلاقي في كرومب كده كبيره في الايه في النيزوفارينكس او ساعات انكروتش حتى على الاوروفارينكس. ازاي تعرف ان ديت ادينويدز ما هياش تيومر من اللي احنا عمالين نجيب في سيرتهم دلوقتي؟ and you look for the MRI T1 weighted image and then تشوف المين بالك اوف ذا ليجن وتلاقي جواه خطوط fat strips within the lesion and this is the adenoid lymphoid hyperplasia او adenoid hypertrophy. الاوروفارينجيال كارسينوما زي النيزوفارينجيال كارسينوما بالظبط، والاكستنشنز راح لفوق ورجع لتحت ومن شمال يمين، and this is the mass which is affecting the oropharynx extended to reach the nasopharynx on the medial aspect of the parapharyngeal fat, then you should say this is an oropharyngeal carcinoma. واحنا في بعض المحاضرات
انتوا طبعا عارفين ان النيزوفارينجيال كارسينوما كان اكستند انتو ذا اوروفارينكس، والاوروفارينجيال كارسينوما كان اكستند انتو ذا نيزوفارينكس. وبعض الناس في الانف وزن بيقولوا لابد انك انت تقول لي اذا كانت ديت اورو ولا نيزو، على اساس ان النيزوفارينجيال كارسينوما از تريتد باي راديوثيرابي والاوروفارينجيال كارسينوما از تريتد سيرجيكال. ده اللي هم بيقولوه. احنا كان عندنا قاعدة ايام زمان بتقول لك انت بتعرف التيومر باي ذا مين بالك، لو كان المين بالك اوف ذا ليجن ان ذا نيزوفارينكس يبقى ده نيزوفارينجيال وراح للاوروفارينكس، لو كان المين بالك اوف ذا ليجن ان ذا اوروفارينكس ف بتقول ان هو اوروفارينجيال اكستندد انتو ذا نيزوفارينكس. لكن طلع ان في تيومرز ناس عارفاها بتكستند سب ميكوزل، يعني يطلع في النيزوفارينكس وما يعملش ماس خالص، يمشي تحت الميكوزا لحد لما يوصل الاوروفارينكس وبعدين يروح عامل ماس. طب هتعمل انت ايه؟ ولا حاجة، انا دكتور اشعة ضعيف، انا اعمل ايه؟ انا كل اللي عليا ان انا وصفت الماس وقلت الاناتوميك ريليشنز بتاعتها والاستيشن، وقلت له ان دي كارسينوما وانا متاكد ان هي كارسينوما بيزد على الكريتيريا اللي احنا قلناها. خلاص يبقى احنا كده كويس قوي. لسه كنا بنتكلم ان الكلينيشن بيبقى عاوزك تقول له يعمل ايه للعيان، يفتحه ولا ما يفتحوش، يعمل له انهي نوع من العمليات، يدي له راديشن ولا لا. وده طبعا مش من اختصاص دكاتره الاشعه زي ما انتم عارفين. And this is the case الاوروفارينكس، and you see a mass هنا اهوت infiltrating the posterior part of the tongue و encroaching on the oropharynx، ولو نزلت تحت شويه this is the كماله الماس، وبعدين في كوره هنا اهوت representing an enlarged lymph node، ما فيش واحده ثانيه زيها الناحيه دي. Then you know this is an oropharyngeal carcinoma او tonsillar carcinoma، سيان هما الاثنين نفس الحكايه، او طلعت بالبايوبسي ان هي نون هوتشك الليمفوما، انت بريء، انت عليك تقول ان ذيس از كارسينوما بيزد اون ذا فريكونسي اوف كارسينوما كومبير تو ذا ليمفوما. انذر كيس اوف اوروفارينجيال كارسينوما، ماس والبارافارينجيال فات طلع لبره، يو سي ذا ليجن زي ما انت شايف كده انفيدنج، تقول الاكستنشن بيزد على الاناتومي اللي احنا اتفقنا عليه. اي ماس ماشيه في الستايلو مانديبولار تانيل هتقول عليها of parotid origin especially the deep lobe of the parotid gland. ازاي هتعرف ان هي ماشيه في الستايلو مانديبولار تانل؟ هتلاقي الستايلو بروسس طلع لقدام، هي دي بس العلامه بتاعت الايه بتاعت، لان الماسز لما بتكبر هنا بتبوظ الستايلو بروسس رجع لورا. اسف، هتلاقي ادي البروتيد جلاند وادي الديب لوب اوف ذا بروتيد جلاند، لو حصل ان في ماس هنا هتخلي في المسافه ديت هتكبر ما بين المانديبل وما بين الايه وما بين الستايلويد بروس. وانا في بعض المحاضرات قلت ان معظم، قلت كده بس ما اعرفش ليه هم هاجموني، معظم الماسز اللي بتطلع في الديب لوب اوف ذا بروتيد جلاند ار مالجننت، قالوا لي بس بيطلع بناين. قلت له ما انا قلت معظم، يعني انا ما قلتش ان كل الماسز بتطلع مالجنانت، لكن هم جماعه الجراحين دايما بيبقوا اجريسيف، يعني ماسك المشرط كده مخبيه علشان اي حاجه يروح طالع لك بيه على طول. المهم This is the parotid gland by MRI، وادي الديب لوب اكستنش، بص الديب لوب وصل لحد فين؟ لحد البارافارينجيال فات. لو حصل حاجه في الديب لوب البارافارينجيال فات هيروح فين؟ هيروح لجوه. خلاص؟ And you see this retromandibular vein اللي هو signal void الجميل دوت، and this is part of the ايه؟ of the anatomy. طيب ادي بص ادي ماس اهي. فانت في الوقت دوت بقى لما تلاقي كرومبا كده اهوت، انت عاوز تتلمس الطريق عشان تعرف ده طلع من فين وزق ايه عشان تقدر توصل الى كونكلوجن، صح؟ فانت فين البارافارينجيال فات هنا اهوت؟ اهو ماشي؟ ذس از ذا بارافارينجيال فات. وفين الستايلويد بروسيس؟ اهو. والمانديبل ريمس حصل فيه ايه؟ اتقرض. And this is the superficial part of the parotid gland، وادي التيومر اهوت كده. يبقى this lesion is arising from the deep lobe of the parotid. What do you expect? It's a malignant lesion. Most of the lesions arising in the parotid. وعندك لو جات لنا فرصه نتكلم على البروتيد نفسها، لما تطلع ماس ان ذا سوبرفيشال لوب، فالماس دي ممكن تبقى بناين ممكن تبقى مالجنا. بناين زي ايه؟
بليمورفيك ادينوما مثلا، نيورو فايبروما، ما اعرفش قرد ازرق، اي حاجه كده. طيب والماليجننت زي ايه؟ كارسينوما وبلي مش عارف ادينويد ميكسد مش عارف ايه وبتاع. ان يو هاف نو تشانس تو ديسكريمينيت الاثنين من بعض انليس يو هاف اذر كرايتيريا اوف مالينسي زي ايه؟ ليمف نودز، بون ديستراكشن، الكلام ده كله. يبقى اذا في ليجنز يو كان نيفر ريتش ذا دايجنوزس، يو بوت اونلي سجشنز ان ذس از كذا، وبعدين هم بقى يتصرفون في هذا الموضوع. هذا السهم بيشاور على الاستايلويد بروسيس، وهذا السهم بيشاور على المانديبل، يعني معنى كده ان السكه ديت هي بتاعه المين الايه؟ الاستايلو مانديبولار فوريمن and our tunnel and you see a very big mass والارو هيد دوت بيقول لك البارافرنجال سبيس في الحته دي خلاص. and if you don't know ان ده البارافرنجال فات واعتقدت ان هو ده البارافرنجال فات مثلا، يعني هتقول ان ديت على الميديا الاسبكت وتطلعها ديز فرنجال كارسينوما، وهي مش كده صح. طيب and this is MRI T1 T2 and T1 boost contrast and you see بص ال MR بقى عشان المعالم تايهة، انت you don't see the styloid process وبتاع، لكن السهم ده مش بيقولك بص الحتة ديت هو ده البارافرنجيال فات، يعني معنى كده ان البارافرنجيال فات ايه دخل دخل لجوه. ده عيان عنده 21 سنة وعنده ماس هنا هوت في النيزوفارينكس شايفينها، وده البارافرنجيال فات، وعنده ماس تانية في الباروتيد، وعنده بيج ليمف نودز موجودة هنا، والسن يسمح بانك انت تشخص الليمفوما، ودول كلهم ماشيين كويس قوي مع الليمفوما. And this is nasopharyngeal lymphoma وباروتيد ليمفوما و cervical lymph nodes، وده بقية الليمفوما infiltrating ده scalp والسكين والحتة دي. طيب الحتة اللي قدام اللي هي ديت اللي اسمها الايه الماستيكيتور سبيس، دي كان فيها ايه بقى الماستيكيتور سبيس؟ كان فيها الماكسيلري ساينس، وكان فيها المانديبل، وكان فيها المسلز صح كده. الماكسيلري ساينس ده هنقول لكم بالتفصيل الممل مع البارانيزل ساينسز، والمانديبل ان شاء الله ليه سكه لوحده كده ما 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 ملهاش حل، بس انا اي جيف يو سام اكزامبلز اوف مانديبولار باثولوجي، وانت ساعتها ما انتش محتاج البارافرنجيال سبيس في حاجه، لان انت شايف المانديبول متقرقد وحواليه ماس كده اهوت، يبقى ذس از تيومر اوف ذا مانديبول. اند ذس از ا كيس اوف ادامانتينوما اوف ذا مانديبول اند يو سي ديستركشن اوف ذا مانديبولار ريمس اند ويتش از سراوندد باي a soft tissue mass meaning that this is a malignant lesion and the parapharyngeal space is encroached عليه من الانترولاترال aspect. مثلا ده example تاني لكوندروساركوما of the heart ballot. ادي الهارد ballot في الكورونال and you see a mass قد كده وعامله destruction of the mandibular ramus, destruction of the heart ballot، واللي خلاك تقول عليها كوندروساركوما الكالسيوم اللي موجود جواها. الكالسيوم احد الحاجات المهمه جدا واللي السي تي جدع جدا فيها عشان تبريدكت النيتشر اوف ذا ديس مالينجنسي على ان هي كوندروساركوما. ده عيان كان عنده فايبروساركوما اوف ذا ماكسيلا وشال الماكسيلا بس حصل له تيومر ريكرنس اللي هو المنطقه اللي انا بشاور عليها. ديس از ذا اوبرتيف بيد وبعدين ديس از ذا سوفت تيشو ماس انكروتشنج معنا الانتيريور اسبيكت اوف ذا بارافرنجيال سبيس، بس انت مش محتاج البارافرنجيال هنا اهوت قوي في المنطقه ديت تو نو ان ذس از ريكرنس اوف ذا فايبروساركوما اوف ذا مانديبل. ده تيومر من الحاجات المشهوره قوي والسهله قوي في التشخيص اللي هو اوستيوساركوما اوف ذا مانديبل، وبتعرفها بالبروستير رياكشن اللي هو السان راي سبيكيليشن زي الفيمر بالظبط، بتلاقي خطوط 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 طالعه من المانديبل and you consider this is an osteosarcoma of the mandible. ده عيان عنده 10 سنين وعنده ماس في التريجويد ماسلز، شايف ان ادي التريجويد ماسلز النورمال وادي التريجويد ماسلز اللي هم مش نورمال. اين يوجد البارافرنجيال فات؟ او هنا هو ده ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ اختار. مش مهم تعرف البارافرنجيال فات فين، انت يو سي ذا ليجن اند يو نو ذا اناتومي في الحته بتاعت الانتروميديال مش مهم. طيب البارف الليجن ده افكتنج ذا تريجويد ماسلز في الطفل، في طفل يبقى عندك حاجتين هو رابدومايسركوما او نان هودجكن ليمفوما، هم دولت احسن تشخيصين على الاطلاق في الوقت دوت. فالعيان دوت طلع
non-Hodgkin lymphoma of the pterygoid muscle by MRI female وعندها 8 سنين and the mass in the pterygoid muscles and it proved to be rhabdomyosarcoma. اللي احنا نقصده هنا لما يكون طفل ماسز في النيزوفارينكس في الاوروفارينكس في الماستيكيتور سبيس يبقى انت ما بين حاجتين اللي هو ذا رابدومايوساركوما اند ذا نون هوجكن ليمفوم. عيان عنده رينال سيل كارسينوما وطلع له ماس هنا اهوت كده في الحته دي اند ذس از ذا ريجن اوف ذا بارافارينجيال سبيس وهي على اللاترال اسبيكت ما بين البارافارينجيال سبيس وما بين المانديبل. ولو انت دققت شويه في الام ار دي صور متعفشه شويه لكن ان يو سي ذا ليجن ديستروي ذا سكال بيز ودخل انترا كرينيال ان يو سي هنا هو طبعا ميتاستاسيس تو ذا سكال بيز ان ذا بريزنس اوف برايمري مالجنسي البوسيبيليتي بتبقى سهل. ده عيان عنده برونكوجينيك كارسينوما وجاله ميتاستاسيس ان ذا ريمس اوف ذا ماندبل. الماندبل از ديسترويد سراوندد باي لارج سوفت تيشو ماس انفيدنج ذا pterygoid muscles encroaching على البارافارينجيال فات في الوقت دوت and you don't need الاناتوميك localization of the بارافارينجيال فات. اخر حته في الموضوع دوت اللي هي ده بوست ستايلويد سبيس او ده كاروتيد كانال. الكاروتيد كانال فيها ايه؟ internal carotid artery internal jugular vein والكرينيال نيرفز دولت ولينف نودز. ايه الحاجات اللي بتطلع في الحته دي؟ هم الحاجات اللي بتطلع من الجماعه دول. فانت لما تلاقي ماس طالعه في الحته دي هتلاقي هتعمل ايه في الاستايلويد بروسيس؟ هتطلع الاستايلويد ايه لقدام. طيب دولت اشهر ثلاثه ماسز على الاطلاق بتطلع في هذا المكان. نمره واحد ذا جلوماس تيومر، نمره اثنين لينف نودز لاي سبب سواء انفلاماتري او نيو بلاستيك ونيوروفايبروم. بمعنى لو انت شفت ماس في الحته دهيت وزق الاستايلويد لقدام وانكروتشنج على البوستيرير اسبيكت اوف ذا بارافارينجيال سبيس هتفكر في واحد من الثلاثه دول، يا اما ان هو يكون جلوماس، يا اما ان هو يكون نيوروفايبروما، يا اما ان هو يكون ميتاستاتيك ليمف نودز. ده الانترنال كاروتيد ارتري وده الانترنال جاجولار فين ودولت الجروبس بتاعت الليمف نودز اللي موجوده. في مجموعه اسمها انترنال جاجولار نودز بتبقى حوالين الانترنال جاجولار فين، وفي مجموعه تانية اسمها لاترال ريتروفارينجيال نودز بتبقى ما بين الكاروتيد وما بين المصل، وفي حاجه اسمها ميديال ريتروفارينجيال نودز بتبقى موجوده في هذه المنطقه. خلاص بعض الناس بيقول لك ان لو لقيت لاترال ريتروفارينجيال نودز من غير حاجه دولت ممكن يبقوا بناين وممكن يبقوا مالجن، لكن لو لقيت ميديال ريتروفارينجيال نودز من غير حاجه غالبا هيبقوا مالجن. يعني ايه من غير حاجه؟ يعني من غير تيومر موجود في النيزوفارينكس او في الايه او في الاوروفارينكس. دي واحده ست دكتوره هي عندها 54 سنه بريزنتد بالسيمتومز بتاعت البارافارينج سيروتو وماس بلج وحاجات زي كده. عملت سي تي زي ما انت شايف كده طلع في ماس. شايف الماس ديت فين؟ الاستايلويد اللي هو ده الاستايلويد راح فين؟ راح لقدام. يبقى الماس ديت ان ده ريترو ستايلويد، يعني مش في الباروتيد سبيس، يعني مش ديب لوب اوف ذا باروتيد. خلاص يبقى الماس ديت واحد من ثلاثه، يا اما ان هي تكون لينف نودز، يا اما ان هي تكون جلوماس، يا اما ان هي تكون ايه نيوروفايبروم. طيب لو هي لينف نود ما ينفعش تكون لينف نود لوحدها وبقيه النك ما فيهاش لينف نود، صح كده؟ طيب لو هي جلوماس لازم تكون هايلي فاسكولار. وفي معلومه هنا هو بقى انك انت لو عملت ام ار انجيوجرافي مش هيطلع الفاسكولاريتي حتى لو كان التيومر از فاسكولار. يعني انت عاوز تشوف الفاسكولاريتي اوف ذا تيومر يا اما سيلكتيف انجيوجرافي يا اما سي تي انجيوجرافي، لكن الام ار انجيوجرافي ما بيشوفش الفاسكولاريتي العاديه اللي هي ان التيومر ده هايبر فاسكولار ولا لا. خلاص يبقى اذا عشان كده لما احنا عملنا الام ار انجيوجرافي ده وما لقيناش حاجه قلنا دي غالبا مش جلوماس، وهي باين عليها من الاول ان هي مش جلوماس. انا اوري لك الانهانسمنت بتاع الجلوماس. يبقى اذا يو ار ليفت ويز النيوروفايبروما. النيوروفايبروما زي ما انت عارف من المحاضره بتاعت امبارح عندها انسيدنس انها تكون فيها سيستيك كومبوننت. Then you look to this lesion فين الاستايلويد؟ اهو الاستايلويد بعد عن السيرفيكال سباين كومبيرد للاستايلويد دوت، يبقى الماس از ريترو استايلويد بوستيرير تو ذا بارافارينجيال فات فيها سيستيك كومبوننت هتبقى نيوروفايبروما. ماشي؟ طيب اند ذيس از ذا جلوماس تيومر.
ان يو سي ذا انهانسمنت بتبقى زيه زي بالظبط الايه زي الفيسلز كلها. الجلومس طبعا في انسيدنس للفيميلز اعلى من الميل. والجلومس في كذا واحد، في الكاروتيد بودي وفي الجلومس فيجال وفي الجلومس جاجيلار. احنا بنتكلم على الجاجيلار اللي هو بيطلع في الجاجيلار فوريم. الجلومس از هايبر فاسكولار ليجن وده البلاد سبلاي بتاعه. واحنا اساسا بنشخص التيومر ده هوت باي حاجتين وهم بسيط جدا جدا. نمرة واحد enlargement of the jugular fossa، نمرة اتنين destruction of the margins. لان الجاجيلار فوسا ممكن يبقى كبير نورمال فاريانت، واحد صغير واحد كبير، وبالتالي هتلاقي المارجن بتاعته از انتاكت. لكن لما تلاقي الجاجيلار فوسا كبر والمارجن بتاعته بقت ارقضت كده زي ده، ان يو سي هير ده الجاجيلار فوسا از انلارجد اند المارجنز ار ديسترويد، يبقى يو ار ديلينج ويز جلوماس تيومر. لما تبص هنا في الاكزيال ايمجز دولت، and this is the region of the styloid process and the mass is retrostyloid in location. It encroaches on the posterior aspect of the parapharyngeal space. معها الفايندنج ديت في الانجيوغرافي طلع hypervascular lesion, then you are dealing with a glomus tumor. لو عملت ال MR للجلومس بيقول لك البتاع اللي هو salt and pepper، الملح والفلفل. ايه هو الملح؟ هو تيومر نفسه اللي هو البلاد سبيسز اللي موجودة فيه، واذا كان حقن سابغة والكلام دوت. ايه هو الفلفل؟ اللي هو البيتنت فاسلز اون ذا باك جراوند بتاعت الايه بتاعت التيومر. يبقى هتلاقي كورة، ممكن تبص هنا ادي الكورة اهي وفيها بيتنت فاسلز اللي هم سيجنال فايد وفيها باك جراوند بيضة زي ما انت شايف. نسي هنا هو جلوماس تيومر. معظم الناس دولت بيبريزنت باي بالستايل تينيتس كرينيال نير بولسز، او لما يبص جوه ودنه يلاقي فاسكولار ريترو تيمبانيك ماس زي ما انت شايف في هذه الحال. دي الصوره اللي فوق اللي هي بتوري لك الستايلويد بروسيس وان الليجن ستارتد بوستيريور تو ذا ستايلويد بروسيس. لكن الجادجمنت الاساسي باي ذا ديستركشن اوف ذا جاجولار فريم. And this is the jugular foramen which is enlarged and destroyed. Then you see the tumor within the jugular foramen and you see the remaining part of the tumor posterior to the styloid process. في حاجات كتيرة تانية بتطلع في الجاجولار فوريمن زي المننجيوما والنيوروفايبروما والديبوزيتس، او ان هو يكون congenitally wide او dehiscent. dehiscent يعني ايه؟ يعني مفيش بوني مارجن بتفصله عن الودن، دوت اسمه dehiscent jugular vein jugular bulb. المننجيوما is a homogeneously enhanced lesion وما بيعملش bone destruction، بيعمل bone sclerosis. النيوروفايبروما از بتعمل سكالوبنج اوف ذا وول وممكن يكون فيها سيستيك كومبوننت. الديبوزيتس محتاجه ان يكون في برايمري مالجنسي علشان تشخص. وكل دولت ما هماش في الفاسكولاريتي بتاعت الايه بتاعت الجلومس. الليمف نودز في الناك ممكن ليها اسباب كتيره جدا، كان هي تكون فيها رياكتيف هايبربليزيا او الليمفوما، وديت بتبقى بتتعرف بالبلكي ان الليمف نودز بتاعتها ضخمه كده وكبير. اما الاثنين التانيين اللي هم الانفلاماتري والميتاستاتيك ليمف نودز، فالاثنين بيكون كور صغيره وفيها نيكروزز في النص. ازاي تفرق الميتاستاسز من الثاني؟ ان الانفلاماتري نودز المارجن اللي هي انهانسنج فيها زي الابسس بالظبط، بتبقى المارجن از اولموست سيمتريك. لكن النكروتيك نودز ما بتبقاش سيمتريك، بيكون فيها areas of breakdown والحروف بتاعتها بتبقى irregular، يشبه البريك داون in a tumor ودوت يشبه الايه الابسس. زائد you see the tumor in the head and neck في بعض الاحيان and you see the source of infection في بعض الاحيان التانية. ولكن عيان زي دوت كده is proved ان هو non-Hodgkin lymphoma. من غير proof the nodes are bulky, the nodes are homogeneous, then you are dealing with الليمفوماتس ليجن. الميتاستاتيك نودز اشهر حاجه في النودل ديزيز ان ذا هيد اند نيك ان هي تكون ميتاستاتيك. اي مالجنسي في الهيد اند نيك كان اكستند تو ذا ريتروفارينجيال نودز سبيشالي ذا ميديال جروب.
والنودز اللي هي اكبر طبعا 0.8 سنتيمتر ما هوش حجم قوي، لكن لو انت خدت سنتي هيبقى احسن. اللي اكبر من سنتي وفيها سنترال نكروزس يو كان كونسيدر ات ميتاستاتيك، ولكن الاثنين قريبين قوي من بعض اللي هو الميتاستاتيك والانفلاماتوري نودز، هما الاثنين كبار سنه صغيره مش بالكي، فيهم سنترال اريا اوف نكروزس، والفات اللي حوالين النودز از ديرتي يعني في شويه ستراندز وكده. بيقول لك ان 75% من نيزوفارينجيال كارسينوما و20% من الاوروفارينجيال كارسينوما و5% من الثايرويد كارسينوما بيبقى عندهم ميتاستاتيك نودز ات بريزنتيشن. وده عيانه عندها 21 سنه وعندها ديس ليجن. لو انت بصيت على الليجن دوت والانهانس باترن بتاعه يتهيأ لك ان هو زي ما يكون جلوماس كده صح، لكن لما تنزل تحت هتلاقي كور تانية، ولما تنزل تحت خالص هتلاقي ان في ماس ان ذا ثايرويد ايه ان ذا ثايرويد لو. يبقى اذا هذا هو التيومر اند ذيس ار ميتاستاتيك ليمف نودز. ايه اللي خلاهم يبقوا ابيض كده؟ عارف انت ان الثايرويد لوحدها من غير صبغه اساسا بتبقى بيضة عشان كميه الايودين اللي جواها وكذلك الميتاستاسز اللي بتبقى جواها. خلاصه القضيه ان انت عندك البارافارينجيال سبيس بيجيله ليجنز من جميع الجهات، من الميديال اسبيكت بيطلع من النيزوفارينكس او الاوروفارينكس او التونسلز. 98% of these lesions are malignant carcinomas. 80% of these 98% are squamous cell carcinoma. بقية الكارسينومز التانية يا اما ادينويد سيستيك يا اما ميوكو ابيدرمويد والنون هوجيك الليمفوما والرابدومايوساركوما ممكن في الايه نشخصهم في الاطفال الصغيرين، ولكن النون هوجيك الليمفوما is also a diagnosis in adults. في حاجات بناين في الحته ديت زي اشهر واحده بس انت تفتكرها اللي هي بنيزوفارينجيال انجيو فايبروم. اما بقى السورن والدت سيست والكلام دوت فايه لا يعتد بيه. ده لاترال اسبيكت اللي هو ما بين الاستايلويد وما بين المانديبل، ده اللي هو الريتروس ذا ستايلو مانديبولار تانل بيطلع ماسز ان ذا ديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند. معظمهم ار مالجننت لكن فيهم شويه بناين. الانتيرير اسبيكت بيبقى فيه ليجنز جايه من المجزلة والتوك اباوت ات في مره ثانيه، ليجنز جايه من المانديبل هنستفيد فيها في المره اللي بعدها، وليجنز من الماسلز. قلت لك احسن حاجه في الماسلز في الصغار والكبار هي الليمفوما، احسن حاجه في الحته ديت في الماسلز في الصغار والكبار هي الليمفوما، لكن لو حد صغير يبقى فيه ليمفوما وفيه ايه رابدومايوساركوما. البوستيرير اسبيكت بيطلع منه ثلاث حاجات، ذا جلوماس نون باي ذا فاسكولاريتي، الليمف نودز نون باي ذا مالتيبلستي والنكروزس مش عارف ايه والاناتوميك لوكيشن اند ذا نيوروفايبروم. يبقى ده ايه؟ ممتاز ممتاز. دوت تورن والدت سيستم انا قلت لك ما تعرفوش، ودوت ايه؟ والله مش عارف انا نيزوفارينجيال كارسينوما دي سي ذا ليجن او ادي ليجن اهوت اند ذس از ذا بارافارينجيال سبيس ذس ليجن از ميديال تو ذا بارافارينجيال اوبليتريشن اوف ذا فوسا ما اعرفش مين وايه ايه 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 اند ذس از ذا كورونال بتاعه. يبقى ده اهوت نيزوفارينجيال كارسينوما ودوت مين؟ ايوه ممتاز برافو عليك. This is glomus jugular glomus tumor. دولت الحقيقه الثلاث حالات. امبارح بالليل كنت عاوز اعمل لكم شويه كويزز ثانيه اكتر بس الكمبيوتر راسه مليون برتوشه